الأخبار والحادية عشر من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية نستهل النشر بإرهاب الطرقات، حيث هلك 12 شخصا وجرح 46 آخرين في حادث مرور إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين ببلدية سطيل بالوادي على الطريق الوطني رقم 3 في حدود الساعة 1 صباحا وعشر دقائق. وبعد تدخل فرق الحماية المدنية تم نقل المصابين إلى مستشفى المغير والبعض الآخر إلى مستشفى بسكرة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قدم تعازيه لعائلات ضحايا حادث المرور المأساوي، وكلف الوزير الأول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتكفل بالجرحى. كما كلف الوزير الأول وزير الداخلية ووزير الصحة التنقل إلى المنطقة لمتابعة الوضع والوقوف مع العائلات المتضررة من الحادث. يشارك اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حل مساء أمس بالعاصمة الألمانية برلين، يشارك في الندوة الدولية حول ليبيا. هذا وكان السيد رئيس الجمهورية قد حل أمس ببرلين مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوغادوم. قمة برلين إذن والتي يشارك فيها رئيس الجمهورية اليوم سيحضرها العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث تطورات الوضع في ليبيا وإيجاد حل سياسي يضمن أمنه واستقرار ليبيا. قراءة في المشهد مع موفد تلفزيون إلى برلين عبد الكريم أنيس. يصمت صوت الرصاص وتعلو دبلوماسية الحل السياسي في تحركات دولية نحو إيجاد حل للأزمة الليبية. وإن كانت القناعة مرهونة بما ستفرزه قمة برلين في حلول ملموسة لاستتباب السلم في ليبيا، فإن الجهود تحسب للدولة الجارة وهي ترفع شعار دبلوماسية حسن الجوار والتضامن بمقاربة تحقيق السلام والأمن للشعب الليبي، مقاربة أكدتها الجزائر في كل مرة أنها الأولى والمعني الأكبر باستقرار ليبيا. سيادة الشعب الليبي من سيادة وحدة ترابه مواقف، وكما أقنعت الداخل الليبي بزيارة إلى الجزائر والتي ثمن من خلالها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا، دور الجزائر في حلحلة الوضع سلميا، وأقنعت بالمقابل العالم بالرؤية السديدة في حل أزمة كانت على أبواب حرب وشيكة. وفود دولية تحل بالجزائر وعلى أعلى مستوى، تناغم للموقف الجزائري مع الألماني بأن الحل يكمن في موعد للحوار والتشاور. وموازاة مع ذلك كانت الدبلوماسية الجزائرية تتحرك على أكثر من صعيد، علاقات ثنائية وإقليمية وإفريقية، ورسائل إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن الحل في ليبيا لا يكون إلا بحوار بين الليبيين أنفسهم، دون ذلك فلا مجال لتدخل خارجي. ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء حيث درس حصيلة وآفاق بعث وتطوير القطاعات المدرجة في جدول الأعمال. ملخص الاجتماع مع فادي يحيى. رئيس الجمهورية ألح في بداية الاجتماع على إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة وتحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم والطمأنينة، حيث يعد الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين. في البداية استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول تطوير القطاع وتجسيد نموذج تنمية استراتيجية للشعب الصناعية قائم على تثمين الموارد الوطنية والموارد البشرية وترقية إطار لتطوير المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال والإسراع في تنويع الصناعة الوطنية وتكثيف تطوير الصناعة المنجمية واستغلال العقار الاقتصادي وتعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد في مجال التنمية الصناعية والمنجمية. إثر ذلك أمر السيد الرئيس بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة حتى يشعر المواطن بالتغيير في حياتهم، حيث أكد أن البرنامج يجب أن يتضمن إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية،
خاصة قضية استيراد السيارات، وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة، وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب وتوجيه الجهود نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية، مشددا على أن اللجوء المفرط للاستيراد جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار. وألح السيد الرئيس على ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية، كما شدد الرئيس على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار. وشدد السيد الرئيس على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية. كما ألح السيد الرئيس على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير التي تحدث نزيفا حادا في المال العام بالعملة الصعبة. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج عمل القطاع للفترة الخماسية 2020-2024، ويهدف إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة والتنمية الفلاحية وإقرار سياسة فلاحية مستديمة وتعزيز وترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف، وكذا المحافظة على التراث الغابي وتثمينه ورفع الإنتاج وتثمينه الشامل، وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء، وإلى إدماج الصناعات الزراعية. عقب ذلك أوضح السيد الرئيس أن الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني، وإحداث القطيعة مع الممارسات القديمة والتوجه نحو نماذج جديدة لتسيير القطاع، وحث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل، ووجه بتأسيس معهد للفلاحة الصحراوية يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين والتأطير لهذا النوع من الزراعة. وفي هذا الصدد حدد السيد الرئيس أولويتين في قطاع الفلاحة، وهما حل إشكالية نقص الحليب بصفة نهائية في أجل لا يتعدى 6 أشهر من خلال انتهاج سياسة العصرنة والشراكة، كما شدد على ضرورة وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة حل مشكل الري لا سيما في الهضاب والجنوب مع زيادة المساحات المسقية من خلال استخدام الوسائل العصرية. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مخطط عمل القطاع الذي من أهدافه التسوية النهائية لمشكل السكن من خلال منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضارية وريفية مريحة من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث، واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص إنجاز 1,000,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024، إضافة إلى تسليم 1,500,000 وحدة سكنية آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني، وامتصاص عجز برنامج عدل 2 ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف إنجاز 120,000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وألح على ضرورة القضاء على المساكن الهشة ومكافحة البيوت القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها وتسليط عقوبات على المخالفين. ففي سياق أفاق تطوير نشاطات التجارة الداخلية يتضمن مخطط العمل سلسلة من الإجراءات تخص بصفة خاصة تحسين ظروف تنظيم الأسواق وتعميم الدفع الإلكتروني ومكافحة شتى أشكال التبذير. وفي مجال التجارة الخارجية تم التطرق بشكل خاص إلى وضع الميزان التجاري وإجراءات تأطير الواردات وتطوير الصادرات خارج المحروقات.
وبخصوص آفاق تطوير التجارة الخارجية، أقر مخطط العمل سلسلة من الإجراءات والترتيبات للفترة الخماسية 2020-2024، ويتعلق الأمر أساساً بتقييم الاتفاقات التجارية الدولية والعلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب عقلنة الواردات وحماية المنتوج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. كما أعطى السيد الرئيس تعليمات لإنشاء مخابر في كل المنافذ الحدودية للبلاد وفي الموانئ والمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة وإشراك الجامعات لتعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية بالمقاييس العالمية، حماية للمواطنين من المواد المغشوشة وتعزيز التدابير القضائية ضد الغش. وأعطى تعليمات لإنشاء مناطق حرة مع الدول الإفريقية المجاورة للقضاء على ظاهرة التهريب، وشدد على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية بتشجيع إنتاج الأدوية محلياً. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول آفاق إعادة بعث القطاع وتطويره. ويهدف برنامج العمل القطاعي أساساً إلى إعداد خارطة صحية ومخطط تنظيمي خاصة في مجال التغطية الصحية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، بالإضافة إلى برنامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وبرنامج مكافحة داء الليشمانيات الجلدي ومكافحة التسمم العقربي والرمد الحبيبي والملاريا وأمراض أخرى متنقلة. وعقب هذا العرض أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة واعتماد مخطط استعجالي يتمحور حول التكفل بالمرضى في الاستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل وإعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الأطباء المتخصصين في الجنوب. وأمر السيد الرئيس بالتعجيل في إنجاز مستشفى بالعاصمة يتسع ل700 سرير. وختم مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول آفاق تطوير القطاع خاصة المؤسسات الناشئة ونظام علامات ومعايير للحاضنات وفقا للمقاييس الدولية، وكذا وضع نظام تمويل خاص كما يتضمن إعداد جملة من الإجراءات التحفيزية عن طريق الإعفاءات الجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والمستثمرين بما فيها التابعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. السيد الرئيس دعا الحكومة أيضاً إلى تسريع عملية إعداد مخطط العمل بالحرص على ضمان الانسجام في مجمل أعمال الحكومة، كما أكد على وجوب السهر على تجسيد مجمل الالتزامات المتخذة من أجل استرجاع ثقة الشعب في قادته بالتركيز في هذا الشأن على مسعى يقوم على التشاور والصراحة والشفافية والصرامة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسساته. كما أبدى السيد الرئيس عدة ملاحظات ووجه على ضوئها للحكومة بعض التعليمات تتمثل في أخذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل مشكل ازدحام حركة المرور في العاصمة والاستعانة بكل الخبرات والقدرات وتقييم شامل ومعمق للشركة الوطنية للنقل البحري وفحص المشاكل التي تواجه ناقلاتها في الموانئ الأجنبية ومحاربة التبذير بصفة عامة وتبذير مادة الخبز بصفة خاصة. يقوم كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءة في الخارج رشيد بلادهان بزيارة عمل إلى مالي اليوم وغدا، حيث يترأس أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي يجمع الأطراف المالية الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية التي تتولى الجزائر رئاستها. كما سيترأس بلادهان مناصفة الدورة 15 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية من أجل مواصلة التشاور السياسي المنتظم بين البلدين. ندد أمس السفير الصحراوي لدى الجزائر بانتهاكات النظام المغربي الأخيرة بخصوص تنظيم التظاهرات الرياضية بمدينة العيون وفتح قنصليتين بالأراضي الصحراوية المحتلة. جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية سبق لها أن نددت واستنكرت إقدام النظام المغربي المحتل الصحراء الغربية على هذه المواقف الخطيرة بتنظيم كأس إفريقيا
بالعيون المحتلة وفتح قنصليات لبعض الدول الإفريقية في الصحراء الغربية ومرور سباق الإفريقي البيئي وفتح عبر معبر القرقرات الذي فتح كذلك في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار. الرسالة التي بعث بها الأمين العام لجبهة البوليساريو رئيس الدولة الصحراوية إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي أثار هذه المواقف الاستفزازية التي قدمت عليها قوات الاحتلال المغربية والتي لاحظ أنها الأمم المتحدة غضت الطرف ولم تقم بأي ردة فعل لثني النظام المغربي عن هذه المواقف، وأنه الاستمرار في هذا النهج وفي ظل غياب مبعوث شخصي للأمم المتحدة لأكثر من 7 أشهر كل هذا يدفع إلى تفجير المنطقة مجدداً. في الصومال لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بجروح في هجوم بسيارة مفخخة قرب موقع تشييد طريق في منطقة تقع غرب العاصمة مقديشو. واستهدف الهجوم حاوية يستخدمها مهندسون أتراك يعملون في بناء طريق في المدينة. هذا وقد تبنت حركة الشباب الإرهابية هذا الهجوم. دوليا دائما لقي 40 عسكريا من القوات الحكومة اليمنية مصرعهم أمس في قصف بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة شنه الحوثيون على معسكر في محافظة مأرب شرق صنعاء بحسب مصادر عسكرية ومحلية، فيما لم تتبنى جماعة الحوثي رسميا حتى اللحظة هذا الهجوم. في الرياضة ولحساب الجولة 3 من منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد الجارية فعاليتها بتونس والمؤهلة إلى مونديال 2021 وكذا الألعاب الأولمبية 2020، سيواجه المنتخب الجزائري اليوم في لقاء ديربي مغاربي نظيره المنتخب المغربي بقاعة راديس. هذا وكانت الجزائر قد أهلت إلى الدور الثاني بعد فوزها الثاني أمام منتخب الكونغو بنتيجة 31-25 إصابة، فحظ موفق للفريق الوطني. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمناه لكم من تلفزيون الجزائر. السلام عليكم. Thank you.